سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما نخدم معكم لي كاب كيك بهذا الديكور، ديكور تاع لي فيغور تاع لي ميكي. بزاف البنات متتبعات يسقسوني يقولوا لي مين شريتيهم، كيفاش ديريهم. اليوم حبيت نشارك معكم الفكره بالرغم من انني نتلقى صعوبه في الكلام. ان شاء الله ربي يشافي كل مريض. ان شاء الله حنوري لكم طريقة كيفاش نخدموا هاد الديكور تاع لي كاب كيك باش تقدروا تخدموهم في البيوت تاعكم، وعلاش لا تعتمدوه كمشروع مربح تبيعوه للبائع مستلزمات الحلويات. ما البنات دي فوا تجينا طلبية هكاك بزربة، نروح نحوسوا على الديزاين فعند بائع مستلزمات الحلويات ما نصيبوش. الا جاتني هاد الفكرة قلت نشاركها معكم. شوفوا البنات، رحت للسيبر، كاين سيبر الله يبارك في البازيطه نسبه بالواد هنايا، كاين واحد الاخت تخدم في الشباب. شوفوا قلت لها خدمي لي، انا عندي طلبيه تاع هاد لا فواتور تاع هاد الميكي تاع الطوموبيل. قلت لها خدمي لي، عطيت لها السنتيم شحال، عطيت لها الحجم، خدمت لي. لكن عليكم ان تشترطوا تكون الورقه تكون خشينه. شوفوا البنات الورقه تكون خشينه ماشي تكون رقيقه هكذايا باش يجي ديكور شباب. فوالا و اون بلوس اقتصادي. شوفوا في ورقه تخرج لك 18 وحده. والملاحظه اللي لازم تنتبهوا ليها انه في لي كاب كيك في الديكور شوفوا الصوره منعكسه، يعني ما كاش الصوره غير منا، يعني ماشي نديروا هكذا برك ومين ندورو نصيبوا الصوره. باش تجينا الصوره هكذايا لازم تكون الصوره مقلوبه. شتبعوني البنات، شوفوا هنا السيارة راهي من هاد الجهة، والسيارة الأخرى الورقة الأخرى راهي من الجهة الأخرى، باش كي نلصقوهم مع بعضهم يجونا سوا سوا، كيما نخدمو في صابلي القلب المتكسر كيما وريت لكم. إن شاء الله تكون واضحة المعلومة. ألوغ البنات، خدمت هاد الأوراق في السيبر. نحتاجو لي كوردون، نحتاجو مقص، ونحتاجو أيضا البيستولي وبريكي. يعني طريقة جد سهلة. يلا البنات نخدمو مع بعض. حاجة الأولى نقطعو الصور تاعنا. البنات ما تقيدوش بواش راني نواسي. أنا عندي طلبية تاع هاد الميكي هاد السيارة، انتوما تقدرو تواسو إلزا، أنا، لول، الأميرات، أي ديزاين تحبوه روحوا للسيبر تخرجوه بكل سهولة. ما يخفلكمش بلي الباكي هذا عند بائع مستلزمات الحلويات شغل فيه 12 واقيل يدير 8000. الوغ وعلاش لا نفرحوا وليداتنا نخدموهم في الدار. فوالا نقص حسب الرسمه تاعي. شوفوا البنات فوالا نروح قبالها. هذه هي الرسمة تاعي. فوالا نزيد نكمل نقطعهم كامل البنات بنفس الطريقة ونولي ليكم. طريقة جد سهلة. والبنات أنا قطعت كامل الصور وقابلت وحدة مع وحدة. دوك نروحو لطريقة التلصيق. راني شعلت الشمعة. دوكا باش نواسو البنات نحكمو الصورة والعكس تاعها. شوفو كي نديروها هكدا تجي من القفا والوجه. فوالا نحطو هادي بيستولي أميرتي شعل الشمعة. نكونو غابيدمون ندير الكوردون هنايا ونقفل. شوفوا البنات كل سهولة راهي. ونزيد نغلق هنايا اي فوالا. هادو هما
الديزاين تاع لي كاب كيك كيما اللي نشروهم في المحلات. بنفس الطريقه نكمل كامل الصور تاعي ونولي لكم. اي فوالا البنات، هذا هو الديزاين لتزيين الكايب كيك، عمل منزلي وهكا مشروع مربح البنات، اعتمدوه. شوفوا شحال جاو شابين، تقدروا ديروا اي فيغور تاع ميكي باش تفرحوا وليداتكم وتخدموا مشروعاتكم. تقدروا البنات ديروا هكا باغ اكزومبل طناش في كيس بلاستيكي وتبيعوهم للمحلات، بالتوفيق بالتوفيق للجميع. بالملاحظة البنات، شاك فوا نقول البنات، البنات واحد متتبع قال لي دائما شاف تقولي البنات ديري بيان في بالك باللي كاين رجال راهم يتبعوا فيك وراهم يتعلموا منك. ليا الشرف اخي، ومرحبا بك في القناة والصفحة على الرحب والسعد. ان شاء الله عجبتكم هذه الفكرة البنات، قسمتها معاكم. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة، وبكم استمر. ارجو منكم الدعم والدعاء لي بالشفاء. احبكم في الله يا احلى متتبعات. شكرا شكرا على الكلمة الطيبة. سلام البنات.